الخوف من الموت. بزاف ديال الناس كيخافوا من الموت، وكاين عده اسباب كل واحد وعلاش كيخاف من الموت. كاين اللي كيخاف من الموت حيت شاف شي واحد كيعرفو مات، كاين اللي كيخاف من الموت حيت شاف شي لاكسيدون، كاين اللي كيخاف من الموت حيت سمع شي حديث ديال الجحيم وجهنم وعذاب القبر، كاين اللي كيخاف من الموت على انه غيدخل وسط القبر وغيتزمت لداخل. كل واحد وعلاش كيخاف من الموت. الخوف من الموت راه ما كاينش غير واحد، ولا كاين غير سبب واحد اللي كيخلي الانسان يخاف من الموت، راه كاين كل واحد وكيفاش. كاين اللي كيكون كاين اللي عنده الخوف من المرض، ممكن ولكن هذا الموضوع نهضروا على الخوف من الموت، ومن بعد نقدروا نهضروا على الخوف من شي حاجه ثانيه. الخوف من الموت اخوان كل واحد وعلاش كيخاف، وعلاش هو السبب ديالو اللي كيخليه كيخاف من الموت. هنا اخوان الانسان خاص ضروري يتجه لواحد الكوتش او يتجه لواحد المعالج نفسي. الى اتجه شي طبيب نفسي ومشى عطاك الدواء وما هضرش معاكم وما تحاورش معاكم وما حلش لك المشكل، فراه ما غاديش يتم العلاج. اولا كتمشي تتجه لشي واحد اللي كيكون نوعا ما ذكي، اللي غيعرف يتحاور معاك ويتواصل معاك ويحيد منك داك الخوف. انا شخصيا غنعطي واحد الموضوع، واللي بغى جلسه علاجيه مرحبا به، ولكن غنعطيكم واحد الموضوع ونحلوا هذا المشكل ديال الخوف هذا. اخوان الكرام، الناس اللي غيكونوا كيخافوا من الموت على حسب انها في القبر، على انها غيمشي غيتخشى في القبر الى اخره. هاد النوع باش غادي ننصحو، النصيحه اللي غادي نعطيهم الناس اللي كيخافوا من الموت من ناحيه ديال القبر وغيضيق عليه القبر ولا غيتخشى وسط القبر، النصيحه اللي غنعطيكم اول حاجه خويو عقلكم على الفكره هذه. لان الانسان ملي كيكون كيتوفى كيكون في واحد المرحله ديال النوم بحال كينعس. انت شنو هو اللي كيخليك كتحس بهذا الجسد والعالم، كتحس بهذا الجسد وكلشي؟ هو النفس. اوكي، هو النفس. اذا ديك النفس الى مشات انتقلت من عندك للجسد الثاني، هاد الجسد ما عتقاش تحس بيه، غتنساه. اوكي، هذا اللي غتنساه، غتولي في الجسد الثاني. اذا النفس هي اللي كتخليك حاليا كتحس وكتلمس وكتخلي الجسد ديالك يتحرك. هذا الجسد هو مجرد كارينج، بحال اللي غتقول لي عندي ايفون. اوكي، عندي ايفون وداك الايفون عندي الكارينج نحتو، ياك راه ممكن تجيب كارينج شي، راه الكارينج ما عندو حتى شي دور، هذا غير كارينج، هذاك غير كارينج من الفوق، هذا غير كارينج في الباصه ديال النقشه فين كتكليكي، في الباصه ديال البصمه الى اخره، صافي هذاك غير كارينج. ولكن الجوم جوا القلب هو الكارتمير. اذا انت راه من غادي تموت راه النفس غتبقى مازال حيه، النفس راه غير كتنعس في ديك اللحظه، كتسمى بالموت الصغرى. اوكي، كتكون غير كتنعس. اذا انت الجسد ما غاتحسش به، فهمتي، الجسد راه ما غاتحسش به، راه داك الانسان ملي كيموت هذاك الجسد اللي كيمشي للقبر هذاك راه مجرد كارينج، هذاك غير كارينج ديالو، فهمتي، راه ما عندوش علاقه بداك الشخص، هذاك غير واحد الصوره ديال واحد الذكرى ديال واحد الشخص، فهذيك كتبقى غير صوره ديالك انت ملي غتكون ميت، غتكون غير صوره، غير صوره تذكاريه، هذيك راه هازينو راه داينو صافي. اما انت راك نعستي، فين نعس؟ واش نعس داك الجسد؟ لا، انت خرجتي من داك الذات، راك مشيتي لواحد العالم اللي شوف العالم الله كيفاش غادي يكون داك العالم، بالعكس غادي يكون واحد العالم اللي هو زوين، لان ربي كيبغي العباد ديالو، ربي كيبغي العباد ديالو، اذا غيكون داك العالم غيكون زوين، وغتكون ناعس، ومازال غادي تشوق ومازال غادي تحيا ومازال، اذا انت ما غتموتش، انت غير غتنتقل من هذا العالم لواحد العالم واحد اخر اللي هو ان شاء الله غادي يكون عالم زوين، ان شاء الله غادي يكون عالم زوين. اذا حيد عليك الفكره ديال انايا راه 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 غندخل للقبر، انت ما غتدخلش للقبر، انت ما غاديش تدخل للقبر. اذا هادي نحيدوها. الناس اللي كيكونوا كيخافوا من الموت كيكونوا شافوا شي لاكسيدو ولا شي حاجه، شوف اخويا ما يمكنش انت شتي لاكسيدو غتوقع لك حتى انت، صافي لاكسيدو وقعت انت غتوقع لك، الاخر تعوق انت غتعوق، الاخر مرض شي مرض انت غتمرض، راه ما يمكنش، فهمتيني، سنه الحياه كل واحد وشنو كيجي اللي قسم الله في الدنيا هذه، كاين اللي كيمرض كاين اللي كيمرض كيموت، كاين اللي كيموت وهو بصحته، كاين كل واحد شنو كيوقع له. اذا كاين بزاف ديال الحلول، كاين بزاف، حاول دائما تهضر مع راسك، قول انا علاش غنخاف؟ انا هذا العالم، العالم عباره عن لعبه، دائما كنقول الحياه عباره عن لعبه، فاللعب جيدا والحياه عباره عن لعبه واللعبه تنتهي. اذا بلا ما تبقى تمرض مع راسك في الدنيا هذه وتبقى تقول لا عندك انا المرض، لا عندك، كتبقى غير مهلوس. اللهم عيش حياتك ودير بالك على راسك، والحوايج اللي ما مزيانش ما ديرهاش، والحوايج اللي زينه ديرها، الحوايج اللي غضرك لا ضرك بصحتك ما ديرهاش، والحوايج اللي غضرك بصحتك لا، الحوايج اللي ما غضركش بصحتك ديرها، والحوايج اللي غضرك بصحتك ما ديرهاش، وتوكل على الله، صلي صلاتك، عبد الله، وسير في الطريق الصحيح، صافي. ما عندكم علاش تمرضوا راسكم وتخافوا من الموت ولا العالم. الموت فريضه عندنا في الحياه، والموت حاجه طبيعيه،
بالعكس انت ما غتموتش في خاطر انت مازال غتحيا، وغتحيا في واحد العالم اللي زوين، غتحيا في واحد الجنه النعيم. اذا هذه غير حيدوا عليكم هذه الفكره هذه. بالعكس اصلا الموت راح للعباد، الدنيا هذه فيها غير المشاكل والعذاب. اذا الموت راحه، اذا حيدوا عليا داك غادي الموت عام كذا. من المرض بوحديته، الخوف من المرض هذاك نقدروا نديروا فيه فيديو ثاني، بغا نهضروا على الخوف من الموت. الناس اللي كيخاف من الموت حيت حرام، حيت داير شي حاجه محرمات الى اخره، ويمشي لجهنم الى اخره. هاد النوع هادو النصيحه اللي غادي ننصحهم، سير صلي لك صلاتك اللي كنتي داير شي اخطاء ولا شي ذنوب، صلي صلاتك، طلب من الله يغفر لك، طلب من الله يسمح لك، نوض الفجر طلب الله، فهمتي، غير واحد السويمين طلب الله، ذكر الله، صدق، دير مزيان، وربي غيغفر لك. كنتي درتي شي غلط مع شي واحد، سير العام وطلب منه السماح. كنتي درتي غلط مع شي واحد ولكن هو بعيد عليك، مابقيتيش كتعرفو اولا ما كتعرفون، اولا تلاقيتي معاه غير في شي قنت ونصبتي عليه ولا شي حاجه، طلب من الله يغفر لك، وربي راه غادي يغفر لك، وهو غادي يعوض له من حسناته عاوتاني. اذا ما تبقاوش تصعبوا الامور، ما تبقاوش تصعبوا الموت. الناس اللي ما قدروش يحلوا المشكل ديالهم، داروا جميع الطرق ما قدروش، يمكن لهم يديروا جلسه علاج ديال التنويم المغناطيسي، غندير معاك استشاره نفسيه وجلسه ديال كوتشين، كوتشيك مزيان، وندير معاك جلسه ديال التنويم المغناطيسي وملف صوتي في لي زوديو باش كتبرمجوا الدماغ ديالك. هذا هو العلاج اللي غيخليك تعالج بواحد الشكل سريع وبواحد الشكل قوه، غتعيش حياتك طبيعي وتعيش حياتك فرحان. الا كنتي بغيتي دير هذه الجلسه العلاجيه ديال العلاج الخوف من الموت، حاول تواصل معايا الرقم اللي تلقاو على الشاشه، وتلقاوه في الوصف ديال لا فيديو، وتنتوما تعالجوا من علاج الخوف من الموت. يلا هو هذا اخوان، نشوفكم في فيديوهات قادمه. بغيتي تعالج حاول تواصل معايا على الواتساب، هذا كل شيء في فيديوهات قادمه. وإلا كنتي باغي اي جلسه علاجيه في جميع المجالات، مشاكل نفسيه، امراض نفسيه الى اخره، حاول تواصل معايا، راه كنا نعالجوا. والى اللقاء.